السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة من مراجعات الأجهزة. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مراجعة سريعة لجهاز تابلت. التابلت ده نوعه بلوتو، تابع ليه الهيئة العربية للتصنيع. تمام. الميزة اللي بتميز التابلت ده عن غيره إنه هو شغال بنظام الويندوز. تمام، يعني ده مش شغال بنظام الأندرويد، شغال بنظام ويندوز. تمام، بنزل عليه برامج مايكروسوفت كأنك شغال على لابتوب بالظبط. تمام. هو تصنيع شركة انتل. تمام. مواصفات التابلت، هو حجم الشاشة بتاعته 10 بوصة، البروسيسور 1.6 جيجا هرتز، الرامات بتاعته 4 جيجا، والذاكرة الداخلية بتاعته 64 جيجا. هتجيب العلبة كده في الجنب كده، هتلاقي ان هو بيدعم الواي فاي، فيه كمان مكان للشريحة اللي هي المايكرو الاتش دي. ممكن تركب مثلا كارت ميمورو مثلا 128 جيجا او 64 جيجا عشان ايه تكبر حجم الذاكره بتاعته. تمام. في مكان للشريحه اللي هي بتاعه الداتا، مثلا شريحه اورنج او وي او اتصالات او فودافون، ممكن تركب شريحه وتشغل عليها النت بسرعه 3G. بيدعم طبعا الجي بي اس، وفي كمان اللي هو الدول كاميرا، في كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، وبيدعم اللمس. تمام. واللونج لايف باتري اللي هي البطارية بتاعته بتشتغل معاك اكتر من 8 ساعات. هو طبعا بياخد شحن، مثلا هو مقفول بياخد شحن مثلا 3 ساعات او 4 ساعات، وبتقعد معاك البطارية اكتر من 8 ساعات او 9 ساعات حسب الاستخدام. طبعا على ويندوز 10 نسخة اصلية. تمام. ده كده شكل التابلت. طبعا الموديل بتاعه A108. التابلت ده بيجي بسيريال نمبر، السيريال نمبر ده لازم تحافظ عليه لانه هو الضمان بتاع التابلت. ماشي. هنفتح العلبة مع بعض. طبعا محتويات العلبة عبارة عن التابلت ومعاها الشاحن بتاعه ومعاها قلم تاتش ومعاها كونفرتر بيخلي الشاشة تشتغل، بيخلي التابلت تشتغل على شاشة خارجية مثلا 32 او 64، ومعاها ماوس. تمام. الورقة ديت انت ممكن تشيلها عادي، ملهاش لازمة. ماشي زي ما احنا شايفين. ده كده شكل التابلت. الموديل بتاعه A108. ده السيريال نمبر. ده الكاميرا الخلفية بتاعته. هنا طبعا المخارج بتاعته. هو طبعا الميزة اللي بتميز التابلت ده ان هو فيه مخارج USB، انت ممكن تشتغل عليه كأنك شغال على لابتوب بالظبط. ممكن توصل الفلاشات بتاعتك او توصل الهارد الاكسترنال بتاعك، يعني مثلا هارد اكسترنال USB زي ده كده، ممكن تشغل عليه تحطه على التابلت وتنزل البرامج بتاعتك او تسمع عليه اي حاجة. هنا كده هتلاقي تحت يعني كل مخرج هنا في التابلت هتلاقي فيه شرح هنا او اسم المخرج نفسه. اول حاجة اللي هي الفتحة دي، الفتحة دي اللي هي بتاعة الهيدفون، يعني ممكن تشغل مثلا الجاك بتاع السماعات او الايو اكس مثلا اللي هو الهيدفون. تاني حاجة مكتوب عليها ال HDMI. HDMI ده علشان تحط هنا الكونفرتر اللي هو بيحول طريقة العرض من الشاشة بتاعة التابلت للشاشة الكبيرة اللي هي شغالة HDMI. طبعا ده بعد ما بتحط الكونفرتر بتجيب الكابل اللي هو زي ده كده، ماشي، اللي هو ال HDMI. نوريه لحضراتكم. ده كده ايه شكل المخرج. ده طبعا موجود في الشاشات الكبيرة. هو طبعا مش هيركب هنا مباشر لأن هو ملوش مكان HD. فطبعا الكونفرتر ده موجود في العلبة بتاعة التابلت، هتركبه هنا في الفتحة دي وهتوصله في الكابل ده وتركبه في الشاشة الكبيرة. تمام. ده بالنسبة للمخرج التاني. المخرج التالت هو USB، بس USB 2، في USB 2 USB 3. ال USB 3 اللي هو اللون الأزرق ده دايما بيكون أسرع في النقل، في نقل الداتا أو نقل البيانات من ال USB 2. تمام. المخرج ده بتاع الشاحن، طبعا هو معاه شاحن أوريجينال. دي بتاع شريحة الداتا، اي شريحة انت هتركبها. طبعا هي لها سيتنج انت بتظبطها عشان تشغل النت عليها. وده ال HD كارد اللي هو كارت الميموري. تمام. ده كده بالنسبة لي كل المخارج بتاعته.
تعال نشوف كده محتويات العلبة من جوه. طبعا العلبة فيها القلم التاتش بتاعه، تمام، شكله شيك وجميل. في هنا ده الكونفرتر اللي احنا لسه بنتكلم عليه، يعني من الناحية التانية هنا ده مخرج HDMI، تمام، HD بيركب فيها الكابل اللي احنا شفناه مع بعض، ومن هنا ده بيركب في التابلت. ده الشحن الاوريجينال ومعاه ماوس كمان، ممكن تشغل ماوس سلك وممكن تشغل ايه ماوس وايرلس، تمام، زي ما انت عايز. طيب نجيب التابلت مع بعض عشان نشوفه. نفتح بس التابلت كده. هو اول حاجه هتلاقي فيه هنا زرار، هنا ده بتاع الباور، هتضغط عليه ضغطه طويله شويه علشان يفتح معاك، يعني اول ما تضغط عليه مش هيفتح معاك على طول الا اذا كان التابلت شغال. فاول مره انت هتضغط ضغطه طويله علشان يفتح معاك. ده الزرار اللي هو بيعلي بيوطي الصوت، تمام. تعالى كده نفتح التابلت، هتضغط هنا على الزرار ده، تمام. تشتغل عادي باللمس. اول حاجه انت لازم تعملها هتعرف لو انت عندك واي فاي في المكان، هتعرف شبكه الواي فاي بتاعتك، تمام. بتدخل باشورد، طبعا لازم يكون مشغل الكيبورد بتاعتك على التابلت، لان طبعا مش هتعرف تدخل اي حاجه الا اذا كان في كيبورد راكب على التابلت، تمام. هتجيب قلم التاتش بتاعك، طبعا هو شغال عادي اهو، هو طبعا متقسم بارتيشن واحد، حجمه سبعة، هو هنا مكتوب 57 جيجا، لان القراية بتاعت الويندوز بتختلف عن القراية عن الحجم الحقيقي بتاع الميموري نفسها، يعني هو الذاكرة الداخلية بتاعت 64 جيجا، فهو الويندوز بيقرا ال 64 على انها 57 جيجا، تمام. ممكن تقسم تعمل بارتيشن تاني عن طريق برامج تقسيم الهارد، ماشي، وتعمل جزء بارتيشن تاني تنزل عليه الداتا بتاعتك، تمام، بس يفضل انت تخليها كده زي ما هي. هتقفل دي، عايز تشوف المواصفات بتاعت التابلت، هتعمل ضغطة طويلة كده على الكمبيوتر، تختار آخر واحدة. الويندوز اللي راكب على الجهاز هو ويندوز 10 برو، تمام، ده اللي هي النسخة البروفيشنال. هنا أرب أورجنايزيشن، أو طبعا تابع للهيئة العربية للتصنيع. الموديل بتاع التابلت A108، البروسيسور بتاعه انتل اتوم 1.4 جيجا هرتز، الانستولد ميموري اللي هي الرامات بتاعته 4 جيجا، السيستم تايب اللي هي النسخة اللي نازلة على الجهاز، طبعا النسخة هنا 64 جيجا بايت، 64 بت، تمام. الويندوز بتاع الجهاز مش هيتأكتف معاك الا اذا انت شغلت النت بتاعك، تمام. اول ما تشغل النتورك بتاعك هتلاقي النسخة هنا بقت اكتيفيتد، ويندوز ايج اكتيفيتد. كده معاك انت نسخه اوريجينال مفعله، نازل معاها المايكروسوفت اوفيس بتاعك اللي هو برنامج الوورد والاكسل والباوربوينت وكده، دي النسخه اللي هي 365 اللي هي تابعه لمايكروسوفت، تمام. لازم طبعا يكون عندك اكونت على مايكروسوفت عشان النسخه دي تشتغل معاك، تمام. ممكن بقى تنزل اي برامج خش بيك، مثلا كل البرامج اللي انت بتنزلها على التابلت بتاع على اللابتوب بتاعك او جهاز الكمبيوتر، اي برامج بتشتغل على نظام الويندوز تقدر تنزلها عادي جدا على التابلت، تمام. ممكن بقى تشغل مثلا، ممكن توصل هارد اكسترنال زي ده، هارد 1000 جيجا مثلا، ممكن تركبه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وصلنا الهارد اهو، انا شغال باور، بياخد باور على طول من الباتري بتاعة التابلت. تفتح البي سي عادي، كده الهارد ظهر معانا، هو هارد 1000 جيجا، ماشي. مثلا لو عايز تنزل اي برنامج مثلا وليكن كده، مثلا في متصفحات نت، مثلا لو عايز تنزل اي متصفح مثلا وليكن فايرفوكس، تعالى مثلا نفتح اي فيديو كده، مثلا وليكن مثلا
زي ما احنا شايفين الفيديو شغال، الصورة بتاعته نقية جدا. بالنسبة لوزن التابلت، هو طبعا وزنه يعادل مثلا كيلو كيلو شوية، تمام. هو مش تقيل بس هو اخف من الجهاز اللابتوب الميني. وبكده احنا خلصنا المراجعة بتاعت التابلت بلوتو. نتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا النهاردة من المراجعة دي، واستنونا ان شاء الله في مراجعات جديدة ان شاء الله بإذن الله. الفترة اللي جاية هنقدم لكم مراجعات لبعض الأجهزة، ولو محتاجين ان انتوا تشوفوا الحلقات الجديدة ممكن تشتركوا معانا في قناة كومكاوي على اليوتيوب، تمام. هتدخل على جوجل تكتب كومكاوي وتدخل على القناة وتعمل ايه، تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس بتاعك، تمام. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.